وترام تقريبا رقم واحد في العالم العربي، وهذا اللي بشانجوا عليه في ديوان ترندز على ديوان اف ام. تصريحات بين صحيح والغالط، اشاعات يعني قامت بواجبها الخدمه. خدمه البدايه كانت المفاجاه للصدمه ايضا من البعض. لوك شيرين قصت شعرها في حفل ابو ظبي في الامارات. احنا حبينا نفهموا اكثر شنو صار. معي الصحفي المصري عبد العزيز احمد الاعلامي بقناه الحياه المصريه، اكيد عنده ما يقول على كواليس حفل الامارات وبرشة تدوينات فيما يخص اللي تقالوا لي تحكي مع شيرين. وهاو تشوفوا معايا اللي يتفرج فينا لايف توا على الفيسبوك الصورة أيضا اللي التقطها معها السيلفي وهي بقصتها الجديدة هذه. مرحبا بك، أهلا وسهلا عبد العزيز أحمد، تحياتي. زيك زيك يا هتاء، عاملة إيه؟ حلو حلو كتير. حلو تفهمني، مرحبا بك معنا، تحياتي ليك. انت اللي موجود ومتواجد في الامارات، وكنت متواجد في الاكيد في الحفل في الكواليس وشفت شنو اللي صار. احكي لي يعني كيفاش كانت الحفل، كيف كان تقبل الجمهور لهاللوك جديد لشيرين؟ مبدئيا اول حاجه الناس كانت جدا، والناس بتحب شيرين جدا. فكان رغم يعني صدمه الناس، لان كنت انا بين الجمهور قبل ما اخش الكواليس، رغم صدمه الناس باللوك، بس اشتياقهم لشيرين فاق موضوع اللوك. وبالعكس ده هم يعني تفاعلوا مع شيرين اكتر، لان حسوا ان هي كانها يعني فشت غضبها زي ما بيقولوا في ان هي حلقت الحلقه دي. فكانت الناس متفاعله معاه جدا، حبها جدا، حتى لما غنت اغنيه جرح تاني مثلا اروح له تاني قالوا لها لا ما تروحيلوش. فكان التفاعل يعني انا حضرت حفلات كتير لشيرين، بس كان من اعلى، مع انها غنت فتره قصيره جدا في الحفله دي، غنت تقريبا ساعه الا ربع، وشيرين بتغني اكتر من كده وقت اطول، لكن الناس كان تفاعلها كبير جدا مع شيرين، وكانوا مش هقول لك صعبان عليهم شيرين، بس هقول لك ان شيرين جمهورها في الوطن العربي كبير، وكل الناس بتحب شيرين، وكان صعبان عليهم فكره ان شيرين بقى لها سنين غايبه، ورابطين بان حسام حبيب هو اللي هو كان سبب في تعطيل شيرين. فكان الجمهور مشتاق لشيرين جدا وعايز يشوفها جدا. فكان حتى لما هي قالت لهم يا ريت تقبلوني بشكل ده، الجمهور صرخ وقال لها احنا بنحبك يا شيرين. كل الناس كانت متقبلاها جدا رغم شويه صدمتهم في النيو لوك الجديد، لكن حب شيرين كان اكبر من اي نيو لوك يعمل. يعني تعرفوا عليها اول ما دخلت فوق المدار فوق المسرح، على خاطر اكيد كانت صدمه اول ما تراها، تقول هل هذه هي شيرين؟ يعني اللحظه الاولى يعني. لا، ناس كتير بتقول هي دي شيرين ولا دي مين، وشيرين بتغني من جوه وحد طالع تاني، يعني حصل لخبطه شويه، وانا قلت لك يمكن حصل صدمه شويه للناس، هي شيرين جديدة. فكان الجمهور تغاضى عن صدمته في سبيل محبة شيرين، وفي سبيل ان هي صعبان عليهم شيرين، قلنا هترجع حتى لو هترجع بالشكل ده. قلنا اللي هي تصدرت يعني ترند في العالم العربي، وكان الكلام والاشاعات كثيره جدا من نوع انه يعني حسام حبيب هو اللي عمل هكا في شعرها، هو اللي قص لها شعرها بالصفه هذيك. فانت كنت في الكواليس معها انت، وكما شفناك معها في السيلفي، كيفاش كانت هي، كيفاش تقبلت المعلومه هذه، نفسيتها كيفاش كانت وقتها قبل الحفل شيرين؟ بصي يعني قلت لها الاوضه، قلت لها انت قلبه الدنيا بره. فقالت لي ليه حصل ايه؟ قالت لي على القصه يعني. قلت لها بس مش مشكله في القصه. فقالت لي في ايه؟ قلت لها الناس بتقول ان حسام حبيب هو كتفك وهو اللي حلق لك وانت نايمه وهو اللي فطبعا هي كان ليها ثلاث انطباعات على الموضوع ده. انطباع قالت لي مين ده؟ انا بنت مصريه بميت راجل محدش يقدر عليا. انطباع في مصر ام الدنيا بلد الامن والامان، ما حدش يقدر يعمل كده في اي ست، مش في شيرين عبد الوهاب. ثالث انطباع ان حسام حبيب رغم كل اللي حصل بينا هو انسان معدنه نظيف وعمره ما يعمل تصرف زي ده، لم ولا مع غيري، هو مش تربيته ولا بيئته تسمح له بانه يعمل كده. فده الثلاث انطباعات اللي هي قالتهم لي عن الـ كل الاشاعات اللي طالت، النقطه بتاعت ان حسام حبيب قصلها شعرها منها، وهي طلعت بعد كده اعتقد
بعديها بيوم بالليل في بنك ما قالت إن, ان 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 لا انا حسام حبيب ما عملش كده، انا كنت عامله نيو لوك وانا فرحت بده لعبد العزيز. يعني انا لما دخلت لها قالت لي نفس الكلام ده، قالت برشا كلام، وحتى على المسرح تكلمت وقالت برشا كلام، فما تعبيرات فما حاجات تكلمت عن اصاله ايضا. ها اتكلمت عن اصاله في حته ان، وده برضو ربطه بالنيو لوك، ان هي اصاله لما 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 انفصلت عن طارق العريان قصت شعرها قصير جدا بس مش بنفس شيرين يعني. فشيرين قالت في انت عارفه شيرين معروفه يعني، معلش، او احنا المصريين كلنا معروفين بخفه الدم يعني والاسمات والنزمات، فهي شيرين عفويه جدا، فقالت لهم اصاله كده مش هتعرف تعلي عليا خلاص، انا جبت اخر الترند، فان هي اصاله مش هتعرف تحلق اكتر من شيرين يعني. هي كانت بتمازح اصاله وبتمازح الجمهور. وانت عارفه، يمكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، الست او الراجل لما بيكون حد في علاقه وموجوع، يعني مثلا الراجل، هي قالت لي حتى الكلام ده، قالت لي لما الراجل مثلا ينفصل عن الست هتلاقيه يروح يشتغل، يروح الجيم، ويهتم بنفسه. ليه احنا ما بنهتمش بنفسنا غير لما نكون بين العلاقه؟ ليه ما بنهتمش بنفسنا جوه العلاقه ذات نفسها؟ فاهماني؟ ودي اعتقد كانت مشكلتها مع حسام، ان هو على حسب قولها يعني ان كانت المشكله بينهم سببها ان هو لا هو بيشتغل ولا هي بتشتغل، هو عطلها عن احلامها ومش بيعمل حاجه هو. واعتقد ان برضه هي اكدت الكلام ده في مكالمه تليفونيه في احد البرامج، ان فكره ان الراجل، وده قالته لي برضه، ان الراجل هو الراجل اللي مش فكره الراجل اللي بيصرف يعني يكون مليونير، بس حتى لو بيصرف يعني 50 فلس يعني او على قد مقدره الراجل ده. فهي كانت مشكلتها مع حسام حبيب ليست في الخيانه الزوجيه وليست في التعنيف والكلام اللي اثار ده، ومعرفش مين اللي اثاره. انما هي مشكلتها كانت مع حسام حبيب الاساسيه، ان هي شيرين قعدت في البيت وهو كمان قعد في البيت، وحسام حبيب مطرب محترم ومطرب كبير ومطرب ليه شعبيه مش زي شيرين عبد الوهاب، بس هو ما ينفعش يبقى عنده الموهبه دي وقاعد في البيت. فده كان اعتراض شيرين الاساسي وخلاف شيرين الاساسي، عشان بس في ناس كتير بتكذب حاجات وبتقول حاجات، لا هي خلافها الاساسي بحبه. ما هي بصي هقول لك على حاجه، شيرين لو تعرفيها هي عفويه لدرجه لا تتخيليها. يعني انا مش هقول لك انا علاقتي بشيرين، او هقول لك انا يعني اي حد في الدنيا ممكن يعشق شيرين، بس انا بعشق شيرين على مستوى الشخصي، لان هي جميله مبهجه جدعه بجد يعني. فهي كانت مشكلتها زي ما قلت لك حسام، ان وده قالته زي ما حضرتك قلتي في عمرو اديب، ان هي عايزه راجل هو اللي يقود البيت، يقود الاسره، راجل يبقى عنده يعني حضرتك، يعني انا لو تسمحي لي حضرتك، ست شأنك شأن كل الستات، لو انت دلوقتي وزيره، وده برضو انطباع هي قالته لي بلسانها، لو هي شيرين عبد الوهاب وزيره ومتجوزه مثلا سواق، هل السواق ده يقعد في البيت ويقول مراتي انا وزيره؟ لا، اشتغل يبقى سواق ويتطور في شغلانته، حتى لو شغلانته دي هي بتجيب طاق يعني اكتر منها مليون مره. هي دي كانت مشكله شيرين مع حسام، عشان ناس كتير بتعمل لغط على الحكايه دي، وان هي تقول لسه بحبه، ما هي انسانه برضو يعني هي طبيعي ان هي تكون بتحبه، احنا كلنا بنقابل. حتى لما قلت لها، هي كانت دافعت عنه يعني، هي لما قلت لها هو عمل لي كده، قلت لها انسان حسام حبيب انسان محترم وانسان متربي، هو ما يعملش كده. مشكله حبيب ان لازم يكون عايزاه راجل يشيل مسؤوليه حد، مش انا اللي اشيل مسؤوليته. واضح، هو بعض التناقض نوعا ما في تصريحاته. لكن هل نسالك على حسام حبيب، على خاطر نحكي برشا على شيرين لكن نسيناه، هل فما اخبار عن حسام حبيب في الوضع الحالي في الوسط الفني؟ شنو اللي يتقال عليه من عائلته، منه هو شخصيا؟ بصي هقول لك على حاجه، حتى والده امبارح نزل بوست كده قال فيما معناه، يعني مشكله كبيره ان انت تحب نجمه متوهجه، لو حبيتها رضوا عنك، لو اغضبتها رجموك، ولو اتطلقت منها صلبوك. فكان قالت حسام حبيب امبارح، ف
بصي انا هقول لحضرتك كمان على انطباع انا 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 شخصي شايفه. كل العلاقات بقى الزوجيه في الوسط الفني من اول اصاله وطارق عريان شيرين حسام حبيب، ما ينفعش نعمم ان الراجل ده يعني التعاطف العام مع 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 مع, مع شيرين على ان حسام دراكولا طبعا غير منطقي، وده يعني حتى لما الفويسات اللي هي متسربه لشيرين او النضال الاحمديه عماله تنشرها دي ممكن تكون في فتره شيرين ذات نفسها كانت مضطربه فيها نفسيا او كان في مشاكل، مش شرط تكون شيرين لسه مسجلها اول امبارح. ان شيرين اول امبارح في الحفله انا قابلتها شخصيا وقلت لها حسام حبيب عامل فيك كده، قالت لي لا ده انسان محترم وانا بكن له كل احترام وبتاع بس في كده وكده وكده. فحسام حبيب مش دراكولا، حسام حبيب انسان ممكن حضرتك ممكن تكون اختلف هو شيرين، هو حب واحده تانية خلاص العلاقه وقفت، مش معنى ذلك ان حسام حبيب دراكولا واحنا نهاجم كلنا حسام حبيب ان هو الراجل الخاين النطع الاماز زي ما بيغنوا له زي ما هي غنت ما هي اللي غنت. انا معاكي وهي انا معاكي جدا، وفي في في تضارب في المواضيع، بس ارجع اقول لك انت لو ست وخارجه من علاقه هتلاقي جواك ان انت بتحبي الراجل وهتلاقي جواك ان انت كارهه اللي هو عامله فيكي، تلاقي الاثنين. يعني لما يعني لو جوزك خانك هتلاقي نفسك ان انت بتحبيه بس زعلانه منه، ان هو الست مشاعرها ما هي ست، هي دي الام، هي دي هي الست غير الراجل. فمشاعر شيرين دي مشاعر طبيعيه، انا مش بدافع عن شيرين ولا بدافع عن حسام على فكره. بس انا بقول لك عن تجربتي، حتى لما انا بقعد مع شيرين في حفلات كتير، وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه بقى، انا لو انت متابعه الانستجرام عندي هتلاقي ليا انترفيوهات مع شيرين عبد الوهاب من سنتين وسنه وحسام حبيب من سنتين وسنه، وعندي انترفيو مع حسام حبيب وسالته، الناس بتقول ان انت معطل شيرين والناس بتقول ان انت قاعد مع شيرين وانت امتى هتغني، وسالت كل اللي بيصار اليومين دول كانت اجابته لا انا هشتغل وانا لا هعمل وانا وانا وانا. فمشكله شيرين واضحه يا هيفا، هذه هي الاشكال انه ما شجعوش بعضهم، ما كانش هناك معناها نجاح فني، وانه يمكن برشا كيما تحدثوا دكاتره نفسيين ومشايخ دين واعلاميين، الناس الكل تحلل الان الاشكال بين الزوج وزوجته، كيفاش هي نجاحها اكبر، هي ماخذه الحب والجمهور والشهره اكثر منه والفلوس ايضا، الاشكاليات الماديه والماليه وما الى ذلك. هذا هو الترند. ما هي برضو ارجع اقول لك، هي مشكله الجواز الفني ان سلاح ذو حدين. وحاولك على حاجه، مثلا انا انت مثلا اكيد تعرفي المطرب محمد حماقي بالطبيعه. طبعا انت تعرفي ايه؟ طبعا طلق وزوج نفس الست يعني مرتين. هل انت بعد ما اتطلقوا ورجعوا تاني، هل انت شفتي مراته معاه في حفله؟ هل انت سمع عن حياتهم الشخصيه؟ هل انت الحياه الشخصيه في اعتقادي الشخصي، وشيرين قناعتها بقت كده على فكره، ان الحياه الشخصيه لابد تكون بعيده تمام البعد عن الفن. هذا يعني حتى لما قلت لها انت ممكن تحبي تاني او ممكن تتجوزي تاني يا شيرين، وقالت لي طبعا ممكن، وهو انا حسام ما عقدنيش، انا اتجوزت 3 مرات بس كل مره كان بيبقى فيه مشكله، ما انا كبرت وحسام بيكبر وانا اتعلمت وهو اتعلم. يعني ما نجموش يرجعوا لبعضهم، ما فماش امكانيه حتى كي سمعتها وكي شفتك فيش تحكي امكانيه انه ترجع له. بصي هقول لك على حاجه، انا قبل الحفل وانا ربنا يعني انا بقول لك انا قابلتهم كذا مره قبل الحفل، انا قبل ما حتى اعرف ان شيرين طالعه كنت فحد من الاعلاميين سالني هي ايه مشكله حسام حبيب مع شيرين، قلت لهم مشكلتها الطموح، الست عايزه الراجل الطموح حتى لو كان سواق، حتى لو كان شيرين مشكلتها مش الفلوس، شيرين مشكلتها مش الشهرة، شيرين مشكلتها مش حسام حبيب بيخونها، مشكلتها مع الطموح، شيرين عايزة راجل تبقى هو هي مسؤولة منه، مش هي اللي هو اللي مسؤول منها. فرجوعهم أعتقد صعب، مش ما فيش حاجة مستحيلة طبعا، القلوب الله مقلب القلوب يعني،
بس هي الحكاية محسومة عند شيرين، محسومة في حياتها اللي جاية، مش هينفع ترجع للليرفي تاني. هذا هو. شكرا لك، تحياتي لك عبد العزيز أحمد في برنامج لايت شو على قناة الحياة تي في. يا رب ربنا يخليك يا أستاذة هيفاء، وأنا اتشرفت بيك وبأهل تونس. شكرا. وعايز أقول لك إن يعني مصر، المصريين كلهم بيحبوا تونس، وشيرين بتحب تونس، وأي وقت وأي حاجة يعوزها أهل تونس من المصريين إحنا تحت أمركم. آه نحبوا نربحوا الماتش. نحبوا نربحوا بس في النهاية ماذا بينا عنا مش عندكم صراحة. تحياتي ليك، شكرا ليك عبد العزيز أحمد الإعلامي بقناة الحياة المصرية، تلقاو في برنامج اللايت شو. هاكا حابين نحكيو على الموضوع اللي أكيد متصدر الترند في تونس وفي العالم العربي، شيرين على كل لسان.